السلام عليكم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر، وحلقه جديده نتمنى يستمتعوا معنا بيها ان شاء الله. بالتاكيد حلقه بتيجي في توقيت بعد احتفال النادي الاهلي بالموسم الاستثنائي. موسم بالتاكيد كان الكريزه على تورته الموسم كانت كره القدم، انك تحقق العلامه الكامله، انك تبدا وتحقق بطوله السوبر المحلي مع مدير فني جديد مارسيل كولر، ثم تبدا تاخد خطوات قويه جدا من خلال الموسم بتخليك دايما بتلعب الدوري وانت مستقر على قمه الدوري. ايام بس اللي حصل فيها ان انت رجعت للمركز الثاني ثم عدت مباشره بعد لعب بعض المباريات المؤجله، مش كل المباريات المؤجله، للمركز المفضل المركز الاول. موسم بتتحط فيه في اختبار حقيقي امام فريق الوداد البيضاوي المغربي، وبتقدر تفوز بالتحدي وتقدر تثبت ان لو كان في تكافؤ فرص في الموسم قبل الماضي كنت اكيد ان شاء الله هتبقى بطل البطوله الافريقيه، ولكن رحت ورديت ورديت بعد ما حسست فريق الوداد بالامل ثم انتزعت منه الامل بهدف محمد عبد المنعم. موسم ايضا بعض المنافسين خافوا ان هم يواجهوك واعتذروا عن مواجهتك بحجج واهيه امام السوبر المصري، وجاء منافس اخر عشان يكون وصيفك في مباراة السوبر المصري الثانية في بطولة كاس مصر، نفس المنافس اللي كان موجود في بطولة السوبر الثانية تجرع أيضا كأس الهزيمة أمامك وأفقدت فرص الحصول على بطولتين في موسم، وحققت أنت العلامة الكاملة دوري كاس، اثنين سوبر محلي، وأيضا بطولة دوري أبطال أفريقيا وأداء كأس العالم للأندية. الأمر ما كانش كرة القدم فقط لا غير، ولكن على مدار على مستوى ألعاب أخرى، ألعاب الصالات، فريق اليد بيعود وبيشارك في مونديال الأندية، فريق كرة السلة بيتألق ويفوز ببطولة أفريقيا ويشارك أيضا في مونديال الأندية، فريق الكرة الطائرة حصل بعض الاهتزاز ومع ذلك قدر يفوز بالبطولة العربية. بتتكلم عن رجال سيدات، حتى كرة الماء اللي كان الدوري غايب عنك حوالي 20 سنة تقدر تستعيد بطولة الدوري وكأس مصر. أعتقد يا فارس موسم وحفلة كان أهم حاجة فيها هي الكؤوس. دايما جماهير النادي الأهلي ودايما النادي الأهلي اسمه مرتبط بالبطولة، اسمه مرتبط بالكؤوس. الهرم اللي كان في احتفال النادي الأهلي بالموسم الاستثنائي هو مؤشر واضح جدا وتعبير ضمني عن النادي الأهلي، هرم مصر الرابع. ودايما احنا هنا بنقول ان النادي الأهلي هو اللي بيحافظ على ماء وجه كرة القدم المصرية. ده حقيقي، ما أعظمه من فخر وانت شايف بطولات النادي الأهلي وتتويجاته بالمشهد الرائع اللي كانت ظاهرة بيه، وزي ما أسامة بيقول وكأنها يعني رمزية عن إن الأهلي هو هرم مصر الرابع، وده فعلا شيء واقعي وحقيقي. النادي الأهلي كان بيكلل مجهوده، ويمكن إحنا خلال الموسم هنا ومع نهاية الموسم تحديدا استعرضنا بطولات النادي الأهلي في مختلف الألعاب، 28 بطولة، وقلنا إن ما حققه النادي الأهلي في هذا الموسم هو استثناء تاريخي، وهو الأنجح في تاريخ أي نادي مصري والأنجح في تاريخ النادي الأهلي. وأنا قلت شخصيا يا جماعة ابحثوا ودوروا وحاولوا توثقوا في موسوعة الأرقام القياسية إن لا يوجد نادي في العالم حقق خلال موسم واحد هذا القدر والعدد من البطولات في اللعبات المختلفة. وأنا ما زلت عند رأيي أنا شخصيا بالبحث اللي أنا حاولت أوصله، ما أعرفش نادي آخر قدر يحقق العدد ده من البطولات. مجهود كبير جدا ما جاش من فراغ. يمكن أصعب حاجة في الدنيا إن أنت تحقق النجاح الغير تدريجي. يعني ايه غير تدريجي؟ يعني انت طبيعي النادي الاهلي لو كان محقق موسم السنه اللي فاتت يعني جيد ولكن مش هو اللي على قدر طموحك، كنت ممكن تقول النجاح الساحق في الموسم اللي يليه هو امر منطقي، ولكن اللي حصل مش امر منطقي، لان انت كنت خارج من موسم صفري حتى على مستوى كره القدم تحديدا. يعني كنت خارج من موسم كان فيه فقد بطولة الدوري وبطولة الكاس وخسارة بطولة أفريقيا، وبالتالي أنت ما حققتش البطولات الثلاثة الكبار بالنسبة لك، ما قدرتش تحقق تتويج بطولة منهم. فالأمر برضو في بعض الألعاب الأخرى باستثناء يعني الطائرة كانت جيدة، يمكن الموسم ده هي اللي كان فيها دروب شوية، كان عندك فكرة كرة السلة ماشية بشكل جيد، ولكن هذا الموسم جاء وكأنه استثناء. بس هو الاستثناء اللي لازم تبني عليه، لأن ما تحقق هذا الموسم هو بصراحة
انا بقول لكم خارج المنطق وخارج سياق المنطق ان انت تيجي من بعض الاخفاقات لليس تحقيق نجاح تدريجي بل تحقيق نجاح ساحق. وده معناه ان انت اشتغلت بسرعه واشتغلت بتركيز واشتغلت على اهدافك، ما فضلتش تتخبط، وده كان شيء مهم جدا. عندك اوجاستي في كره السله وعندك كولر في كره القدم وايضا مدربين كبار في باقي القطاعات، وحققت النجاح اللي انا بشوفه شيء عظيم جدا. مشهد مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان واقف بيتصور مجتمعا وخلفه البطولات، مشهد الكابتن محمود الخطيب في الصوره اللي انتشرت وخلف البطولات، كلها مشاهد لها بعد اعمق بكتير جدا من عدد الالقاب. لها بعد ان النادي الاهلي خرج من معارك ضاريه ومعارك قويه ومعارك كان ممكن انديه اخرى ما تقدرش تقوم على رجلها بعدها، وخرج النادي الاهلي عشان يقف بالمشهد ده ويرد على الجميع ان سياسه النادي الاهلي لم تكن ضعف، ان فلسفه النادي الاهلي لم تكن ضعف، ان لما كابتن محمود الخطيب قال في يوم لن نتدنى وان الاهلي ليس بسباب او لعان وان هو يثق في القانون، شفنا نهايه المشهد رياضيا بان انت حققت كل شيء، ومن اساءوا ليك هم اللي كانوا في موقف يعني لا يحسدوا عليه ابدا. ودي رساله يا اسامه، واعتقد النادي الاهلي جوه الملعب وبره الملعب وعمل كل حاجه الموسم ده فيها فن الرد يعني بشكلك وبمنك.